خاصية الهوت لاين أو البيك أب دايلينج في سنترالات الباناسونيك الاي بي 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 اكس. البيك أب دايلينج أو الهوت لاين معناها إن في رقم أنا مخزنه على التليفون بتاعي، مجرد ما أرفع السماعة أو أفتح السبيكر يطلب مباشرة. ده بيبقى مفيد للوقت طبعا، لو في أنا عندي سكرتارية ولا حاجة، أنا مجرد ما أرفع السماعة بيطلب لي رقم السكرتارية، أو لو في رقم طوارئ أنا هسجله بحيث إن أنا عندي طوارئ، أنا بس مجرد إن أنا هحط سماعة التليفون بتاعتي على جنب، تليفون أوتوماتيك هيبتدي يطلب لي الرقم. الرقم بيتخزن إن أنا بفتح السبيكر بعمل نجمة 740 وبعدين 2 وبعدين بحط الرقم. بما إني عايز أطلب رقم خارجي فأنا أحط كود سحب الخط الخارجي وبعدين بحط الرقم اللي عايزه يطلب في حالة الطوارئ وبعمل مربع. طبعا أنا لو عايز أعمل خط داخلي فبمنتهى البساطة هحط الرقم الداخلي مباشرة وبعدين مربع بدون ما أعمل كود سحب للخط الخارجي. مجرد ما أرفع سماعة التليفون أو أحط السماعة على جنب بالشكل ده وانتظر 3 ثواني التليفون هيبتدي يطلب الرقم بتاع الطوارئ. عدى أكتر من 3 ثواني وما طلبش، لسبب لأن لازم أعمل لها اكتيفيشن على تليفوني الأول، إن أنا أفتح السبيكر وأعمل نجمة 7401 هوت لاين أون كده. لو أنا فتحت السبيكر 3 ثواني اتسحب خط خارجي وطلب رقم الإمرجنسي اللي أنا عايزه. عشان ألغي الخاصية ببساطة شديدة بفتح نجمة 7400 هوت لاين أوف. شكراً.